أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لي في النبي تشفي الصدور كأنها آيات. أوليس قد ذكر النبي وآله فيها وذكر محمد ذكريات ترددت تتسامى كشفت عن دجى السماء الظلام وليالي أشرفت كالصباح طلق المحيا باسم الثغر لا يطيق اللثام. سكبت في النفوس نور التهاني وسقتها من وحيها إلهاما فانتشت أكأس الهوى وتغنت أبحر الشعر نشوة وهياما. وإذا الشعر داعبته الأماني ملأ الكون كله أنغاما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. رقت وكاد يضيع إلحاحي سدى وجلت عن القلب المهيم بها الصلاة وأتت على محمد تهادى في الخطى كفراشة الأزهار بل لها الندى. عجبت مشاعره فنظمتها. أيام الشباب ما نقدر نقول الشباب خلاص. فنظمتها في حب آل محمد نفسي وإن قلت لأن
أنفسهم فداء. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين. ما زال الحديث في رحاب سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات الله عليه وعلى محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وحديثنا هذه الليلة في آخره تتم لحديث البارحة، لكن لا بأس حتى يتكامل البعض. نشير أولا إلى أدوار في القرآن الكريم مهمة نعبر عنه بالطرح النموذجي للإمامة في القرآن. هناك طرح خاص فريد من نوع مرتب مقصود. القرآن الكريم يمكن أن يستفاد منه أدوار. الدور الأول دور التأسيس. شلون يعني دور التأسيس؟ تأسيس للإمامة، تأسيس للخلافة الإلهية في الأرض. هذا أين يجده الباحث؟ أين يجده المتأمل؟ في آيات الخلافة التي مرت علينا. مر عندنا الحديث في قصص الأنبياء عن آيات الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. آيات الخلافة القرآنية تمثل دورا تأسيسيا للإمامة والخلافة الإلهية في القرآن. وعلمنا من خلال الطرح السابق في بحوثنا أن هذا الخليفة كان أسبق من الخليقة، لأن الأرض لا تخلو من حجة. ثانيا علمنا أن هذا الخليفة يتميز بعلم خاص. هذا العلم أخضع له الملأ الأعلى. هذا أيضا فهمنا. ثانيا ثالثا فهمنا أن هذا العلم ليس بتعليم بشر ولا مخلوق، وإنما هو بتعليم من الله سبحانه وتعالى. إذن الخليفة الإلهي في الأرض ينبغي أن يكون مجعولا من قبل الله لقوله إني جاعل، وينبغي أن يكون عالما بعلم متميز، وينبغي أن يكون علمه من الله سبحانه وتعالى. هذا الدور التأسيسي الأول في القرآن. الدور الثاني في الإمامة الخاصة، يعني إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ فقط نماذجها، مو كل الآيات، نأخذ نموذجا واحدا من الآيات المرتبطة بالخلافة والإمامة الخاصة، وهي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه الآية من الآيات التي يستند لها علماؤنا. ويا للعجب، يا للعجب، كثير من غيرنا يعني من المخالفين من لا يحمل مسك من العلم يشنع على الشيعة باستدلالهم بهذه الآية. كل هذه الآية من الأعاجيب أن الشيعة يستندون إليها، وهذه كأنما لها ربط أصلاً بأهل البيت. لكن من وين العجب؟ العجب من بخاريهم. البخاري صحيحهم. اقرأ في باب الآيات التي ترتبط باصطفاء مريم عليها السلام. يا مريم إن الله
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آيات الاصطفاء لمريم اقرأ في البخاري. جاء إلى هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فروى رواية البخاري، روى رواية عن ابن عباس، قال ابن عباس: آل عمران هم المؤمنون، هكذا، هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. احنا ذاك الحين مطبوع الكتاب وهالروايه موجوده. يقول هو البخاري، يقول قال ابن عباس، والبخاري ما ينقل بعد روايه ما يرى صحتها بعد. يعني الاول زين، كباريتنا والخطباء افرض القدامى اذا جاءوا قرأوا هالايه وزادوا فيها آل محمد، الناس يقوموا عليهم لولاهم. عليكم السلام. آل محمد، يقول البخاري آل محمد المؤمنون من هؤلاء هم آل محمد. يلا تفضل. بعد أوضح من هذه بعد؟ وش تقول؟ أيوة تفضل، شيء عجيب سبحان الله. زين ما عليك. فإذا هذه الآية وحدها كافية في دور تحقيق الاصطفاء في الإمامة الخاصة، يعني إمامة أهل البيت عليهم السلام. إضافة إلى هذا نقاط أخرى، نقطة في دور الإمامة الخاصة. ما هو سر الاصطفاء؟ يعني لو سألنا القرآن الكريم: يا كتاب الله، ما هو سر اصطفاء أهل البيت حتى يكونوا أئمة؟ سر الاصطفاء موجود في آيات كثيرة، لكن من أوضح الآيات آية التطهير. سر اصطفائهم كون الله عز وجل اصطفاهم لأنهم مطهروا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شيء آخر وشاهد آخر قرآني في سر الاصطفاء. زين، إقامة الحجة. الآن القرآن قال مثلا أن هناك مجموعة سماهم آل إبراهيم أو آل عمران وأن الله اصطفاهم، وثبت في القرآن أن أهل البيت مطهرون. هل أقام القرآن حجة على ذلك واضحة لولا للأمة أن المقصود بأهل البيت هم مجموعة خاصة حتى تنطبق عليهم آية التطهير، وبالتالي ينطبق عليهم بقية الآيات؟ نعم. في وين؟ سر الاصطفاء انتهينا منه. إقامة الحجة النقطة الثالثة، إقامة الحجة في آية المباهلة. لا، آية المباهلة بعد، هذه الآية ما أحد ينكرها. المسلمون يؤكدون جميعا في مروياتهم أن آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آية المقالة. الزمخشري عالم من علمائه يقول في تفسيرها في التعليق عليها: وفي هذا أوضح وأقوى دليل على أفضلية أصحاب الكساء.
يقول ماكو حد مثل هالآية وربطها بوين يا أصحاب، لأنه معروف عند العلماء معروف أن هؤلاء هم أهل البيت، ما في كلام ولا مناقشة. فإذا يقول ماكو أقوى دليل من هذا أنهم لهم الأفضلية. أنا الزمخشري مو عالم من عندنا بعد من عندكم. فإذا هو وغيره يعني كمثال احنا جبنا الزمخشري. إذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن وحمل الحسن وهما صغيران، وهما صغيران للمباهلة للمباهلة. وقال الكلمة المعروفة صلى الله عليه وآله يخاطبهم إذا دعوت فأمنوا. سبحان الله. بعد شنو فلسفته وبحثها الآن؟ أكيد الحمد لله أنت على مستوى من الاطلاع الكافي بالمراد، لكن فقط الإشارة كما نريد. زين، فإذا هذه آية المباهلة، آية المباهلة آية واضحة جدا. هذا الدور الثاني، قلنا شنو الدور الثاني في الإمامة الخاصة. زين، الدور التطبيقي هذا كان على يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الدور التطبيقي في الخارج مثل آية المباهلة، مثل حديث الكساء أمثاله، هذا دور تطبيقي واضح. لكن احنا نريد أن نجعل في مجالين. المجال الأول في الدور التطبيقي تعريف النبي صلى الله عليه وآله بهم، ثانيا تعريفهم بأنفسهم. تعريف النبي، النبي عرف الأمة بأهل البيت لما عرف الأمة لا شك ولا ريب بأهل البيت صلوات الله عليه. وهذا ونحن في رحاب ذكرى هذا الإمام العظيم الإمام الحسن عليه السلام، كم وكم الأمة سمعت في حقه من بيانات نبوية، وفي حقه وفي حق أخيه الحسين أيضا. ما شاء الله، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. هذه الرواية والملأ يرويها، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جابر دائما يكرر سامعنها من النبي، من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن، يشير إلى الحسن. زين، تالي النبي يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وكم كان عمر الإمامين؟ كانا صغيرين. ليش الأمة ما اعترضت على النبي؟ شلون يعني النبي بهالمستوى من الحكمة ما يتلفظ إلا عن واحد، إن هو إلا وحي يوحى، يتحدث عن الحسن صغير يقول هذا سيد شباب أهل الجنة؟ هذا شنو معنى هالنوع من البيانات النبوية؟ ماذا نستفيد منها؟ أول شيء نستفيد منها قوة العلاقة بين الحسن والحسين مع جدهم، هذا واضح. زين، ثانيا نستفيد علو مقامات الحسن والحسين، وهذا واضح أيضا. النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذه المحتويات أعطاهم هذا المقام. ثالثا ماذا نستفيد؟ ثالثا نستفيد الأهلية فيهما للإمام من بعده. وهذا أيضا اللي يريد ركز عليه النبي في تأكيدات، يريد يقول للأمة ترى هؤلاء هم الأئمة بعد، هذان هم الإمامان بعد أبيهما. هذا ثلاثة أمور تقدر تستفيدها بكل وضوح. زين، هذه بالنسبة للبيانات النبوية. غير ذلك مواقف النبي صلى الله عليه وآله، كم عرف الأمة؟ بايعهما في بيعة الرضوان وكانا صغيرين، ما بايع النبي صغار أصلا، بس الاثنين، بس الحسن والحسين. زين، وأشهدهما على كتاب ثقيف، معاهدة بينه وبين ثقيف، أشهد الحسن والحسين وكانا صغيرين. وحدث المواقف النبوية كلها لما قلنا
للتأكيد في العلاقة وللأهل ولكونهم أصحاب مقامات خاصة فارفا للأهلية للإمام. هذا بالنسبة للتعريف. لكن عند تعريف مهم وهو شنو؟ خطابه للحسن عليه السلام في قوله يا حسن أشبهت خلقي وخلقي. شوف هالبيان العظيم يخاطب الحسن عليه السلام يقول له أشبهت خلقي وخلقي. جمع بين الاثنين، بين الصورة الظاهرية بين الصورة الجمالية للنبي صلى الله عليه وآله وبين المضمون الداخلي بين القلب والروح والعقل. فهو جمال حسن في ظاهره كما قلنا البارحة وحسن في باطنه. جمع الحسنين، حسن الظاهر وحسن الباطن صلوات الله وسلامه عليه. قل أشبهت خلقي وخلقي. البارحة تعرضنا إلى مظهر من مظاهر حسن الحسن وهو المظهر العبادي، ووعدنا أن نتحدث عن المظهر الآخر وهو المظهر الأخلاقي للحسن عليه السلام. المظهر الأخلاقي للحسن سلام الله عليه زين يتجلى في سجاياه، في فضائله، مناقبه، لكن نخص بالذكر مكارم الأخلاق، نخص بالذكر الكرم والحلم. أما الكرم تعلم أنت أن المؤمن كلما ازداد إيمانه ازداد كرمه. هذا طبيعة المؤمن، الكرام لا يفارق المؤمن. كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد كرما. ليش؟ لأن من إيمان المؤمن، من إيمان المؤمن عقيدته بالله سبحانه وتعالى أنه سيعوضه له وسيدخر له هذا العطاء. هذا واضح قرآنا ورواية. قرآنا في وين؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه من أوضح الآيات على الكرم. ليش؟ لأن الشكر المراد بالشكر العملي، المدار على الشكر العملي، وهو وضع نعم الله في مواضعها. وضع نعم الله في مواضعها، هذا المؤمن إذا قرأها زين فهمها زين يرى أن الكرم سجية فعلا تنطبق عليها هذه الآية المعظمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك يسمع في المرويات المؤمن هكذا زين من أيقن بالخلف شنو؟ جاد بالعطية. صحيح، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذا شأن الكرم عنده وارتباطه بالإيمان. الإمام الحسن عليه السلام كريم آل محمد. الله صلي وسلم على محمد وآل. كريم أهل بيت الإمام الحسن عليه السلام. وما شاء الله صور من كرمه أنه عليه السلام قاسم الله ماله أكثر من مرة وخرج من ماله أكثر من مرة أيضا. الإمام إذا جاء فقير يقاسمه، قاسمه ماله، جميع ما عنده قاسمه، وبعض مرة لا كل ما عنده أعطاه. هذا الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت. والروايات تتحدث بشكل واضح وكذا. لكن الأمر الأخير شنو؟ الحلم، حلم الحسن صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا لما نتحدث عن كرم وحلم وبقية المناقب هذه مو جاي نتعرف عليها، هي موجودة وعقيدتنا هذه، إحنا حتى نستفيد منها، حتى يكون مذاكرة للعلم بس. زين، إذن تعالي لحلم الإمام. وإنت شايف أيضا علاقة الإيمان بالحلم، وقرأت في القرآن الكريم شلون القرآن جعل مغارس للحلم، مغارس عظيمة جدا. زين، المغرس الأول قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا مغرس من مغارس الحلم، أنا أعتبره عظيم جدا، أهم شيء
تشكيل القاعدة بيني وبينك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زين المغرس الثاني، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا أيضا مغرس آخر في القرآن، أقدر أجعله من مغارس الحلم. الإنسان هالشكل يكون، إذا صار الشيطان هكذا يريد، يريد أن ينزع بيني وبينك، لو ينزع بيني وبينك. لكن أنا إذا أنا حلمت عليك وأنت حلمت علي، لو أنت يوم من الأيام شفني أخطأت في حقك وأنت حلمت وسكت، ها؟ وأنا مثلاً ذاك البعيد سمعت منك أو من غيرك كلمة ومشيت أنا عنها، ما فعلاً صارت القوة باقية، صارت العلاقة باقية لو لا؟ هذه كلها بركة الحسن. إحنا الليلة نتحدث أيضاً. زين، إذن المغرس الثاني، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المغرس الثالث، مغارس ما شاء الله طبعاً في القرآن الكريم. إذا الإنسان يطالع الآيات القرآنية ويتأمل فيها يشوف أنه آيات التي تربطك بالمؤمنون، مثل إنما المؤمنون إخوة، أخوه تتجاوز عنه، يتجاوز عنه، ما يصير على كل شيء ويصير عركة ونزاع ومخالفة وكل واحد يترك الثاني. الحسن عليه السلام ضرب المثل الأروع في هذا، في وين؟ على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. لولا أنت تدري على مستوى الداخل وين؟ شايف قضية الصلح، وش سوى؟ صلح الإمام عليه السلام، ما طلع جماعة من جماعته تجاوز الحدود مع الإمام. لولا حلم الإمام هلكوا، لولا أن الإمام حليما كان، لولا أن الإمام كان حليما عليه السلام كان هلكوا، لأن من أول ما واحد منهم رد على الإمام هو في النار خلاص. أول ما رد واحد منهم على الإمام، واحد رد على الإمام بعد شنو يعمل؟ الرد عليهم رد على الله. لكن حلمه وتجاوزه وصفعه هو الذي قبله، لولا هذا مهم جدا، وهذا موجود في دعاء السحر تقرأ وتأمل فيه، إن شاء الله تقرأ ليلة وتذكر إن شاء الله، ولا تنسانا من الزعر. زين، كذلك بالنسبة إلى الخارج، خصومه ومناوئه، وكان كثير حلم الإمام عليه السلام على الأمة كلها. نعم، حلمه مو في كل مورد، مورد لازم يصير حليم بمعنى يطبق الحلم، لأن الحلم أيضا لا ينبغي أن ينافي الحكمة. إحنا قرأنا في دعاء الافتتاح، وش نقرأ؟ نقرأ وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين. وين؟ في موضع العفو، لأن حكمة هذه الأولى الحكيم هالشكل أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين وين؟ في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء. هذا معنى الحكمة، هذه معنى الحكمة الإلهية، هذه عقيدة المؤمن. لذلك في دعاء الافتتاح الذي لا ينبغي أن يترك في كل بيت، هذا الدعاء ينبغي أن يتلى كل ليلة، هذا الدعاء عظيم، دعاء الافتتاح عظيم عظيم. زين، فيه ما شاء الله من علاقة بسورة الفاتحة هذا الدعاء. لكن يلا الآن نتحدث عن حلم الإمام عليه السلام. كان هناك موارد الإمام لا يواجب فيها، يجيه مثل معاوية يتصور أنه يقدر يعني يسئل الإمام في كل وقت. يوم من الأيام يقول له معاوية، خاطب الإمام، يقول له أنا خير منك، ما شاء الله أنا خير منك، يقول له الإمام الحسين صاحب آية التطهير، صاحب آية المودة وآية المباهلة، ولا حياة ولا حياة ولا راجعون على قولتنا احنا أبدا. قال له الإمام وكيف ذاك يا ابن هند، تدري يعني ويش؟ يقول له ليكون أنت ناسي أصوات، ما تعرف روحك أنت ابن أكلك لك بعد، ها؟ وكيف ذاك يا ابن هند؟ قال لأن الناس أجمعوا عليه ولم يجمعوا عليك، بس الإجماع اللي أخذوه الجماعة اليوم، الإجماع هذا هم حتى الحين عندهم جماعة 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 جماعة
جماعة معاوية. قال له الإمام هيهات هيهات ليش الطمع على وين رايح أنت؟ قال له المجمعون عليك رجلان، رجل مطيع لك وهو عاص لله، وآخر مكره وهو معذور بكتاب الله. لا إذا واحد مكره. ثم قال له الإمام يقول له أنا ما أقول أنا خير منك ولا أقول أنا خير منك، لأنه لا خير فيك. أنت ما فيك خير عشان أقول ها؟ وقع الكلمة رائعة وحب واحد كررها زي سبحان الله سبحان الله، معاوية لا خير فيه، معاوية لا خير فيه. الحسن قال مو أنا، لا خير فيك يقول له، وإنما وش يقول الإمام؟ ولكن أقول ولكن إن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله يا حسن أشبهت خلقي وخلقي. بقي آخر شيء التعريف بهم، التعريفهم بأنفسهم. الإمام الحسن عرف الأمة بنفسه أو لا؟ طبعا عرف الأمة بنفسه. ما شاء الله كان يتحدث، ما شاء الله كان يصرح بعد أبي أنه الإمام وأنه الخليفة وأنه الذي ينبغي أن يكون له هذا المنصب بعد جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ما شاء. لكن عندنا تعاريف، لأن بعض الإخوان يحب شيء من المعاجز، عندنا تعريف بالكرامة بالمعجزة. يلا جيبوا لنا واحد من جماعتكم ظهرت لها الكرامة. أبو سعيد الخدري يقول الإمام الحسن كان صغيرا يقول رأيته والطير تظله، الطير تجي تظلل على رأسه، وأشار إلى نخلة، وكان الإمام الحسن صغيرا فأجابته بالتلبية، يعني قالت لبيك وسعت إليه كما يسعى الولد إلى والده. الزبيري واحد يقول أنه كان يقول بإمامة الحسن، وكان وياه في رحلة في الحج والحين للحج، وجلس تحت نخلة. الزبيري طالع في النخلة يابسة موقد رطب، قال كأنك يا زبيري تشتهي الرطب. الله أكبر يا مولاي، الله أكبر. قال بلى يا ابن رسول الله. أشار إلى النخلة قال أيتها النخلة، نخلة يابسة يخاطبها عاقل أعقل الخلق بعد أبيه وجده، شنو معناه؟ هذي آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا. أشار إلى النخلة أيتها النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك. انحنت النخلة أثمرت وأينعت فأكلا منها. أقراها دائما أبياتها، لأن يقول ونقول أن إذا تليت القصيدة هذه يحضر صاحب الزمان. قصيدة عظيمة، احنا نختارنا هالبيت وهو الإمام يسمعنا ويدري احنا وش قصدنا، لأنها قصيدة يحبها الإمام نقراها. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم، الله صلِّ وسلِّم.
قدسا مقاما ولا أحيا لياليك القدر. حقيقة الفاتحة منه علي بن أبي طالب. بشراك يا حقيقة المثاني بواحد الدهر بغير ثاني بالحسن المنطقي والبيان يؤدي الفرض عذب بالنار.
فيها منه نما ونبت ودوحة العشق عشقا أنبتت وربت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني فصرت من ذي ولا أهوى أبا حسني أفضل الصلاة.